من النماذج الأخرى والتي تعتبر أيضا تطبيقية لإدارة الجودة الشاملة نموذج شوهارت، وهذا النموذج شائع جدا جدا، هذا النموذج شائع جدا جدا، وهو يعني سهل ومبسط، وتستطيع العمل على فرق التحسين تستطيع العمل على هذا النموذج لتحسين الأداء. عندما نتكلم عن نماذج لتطبيق إدارة الجودة نحن نتكلم عن التطبيقات، تطبيقات المفاهيم التي نادى بها هؤلاء العلماء والرواد. فالنموذج يعطي فكرة للمبتدئ والدارس والمهتم كيف يتم التحسين عن طريق خطوات نموذجية أو خطوات منهجية محددة. إذن جميع الرواد كانوا على يعني يرون أن التحسين تحسين ممنهج، لابد أن يكون ممنهج ضمنا لمنهج لنموذج معين، خطوات معينة، الخطوة الأولى، الخطوة الثانية، الخطوة الثالثة، ليسهل العمل على المختصين في مجال الجودة. إذن التحسين يجب أن يكون ممنهج ويجب أن يشمل جميع أجزاء المؤسسة. نموذج شوهارت هو أحد النماذج المستخدمة لتطبيق إدارة الجودة. دعونا ننظر إلى الشريحة التي توضح نموذج شوهارت، وهي دائرة شوهارت لتحسين الجودة. لاحظوا أن الدائرة تبدأ بالتخطيط، هي اختصار الدائرة باللغة الإنجليزية PDCA، PDCA Plan Do Check Act. Plan بمعنى خطط، Do بمعنى نفذ، Check بمعنى افحص، Act بمعنى تصرف، اتخذ الإجراء المناسب. إذن هذه الدائرة تبدأ بالتخطيط، ومن ثم التنفيذ الفعل والفحص، ومن ثم التصرف. كما نرى في هذه الشريحة، هذه عبارة عن دائرة، بمعنى أنه إذا انتهيت من فحصت تم أثناء مرحلة التخطيط، أنت تضع خطة العمل وتحدد الأدوار والمسؤوليات، تختار الخيار المناسب من بين عدة خيارات كحل مناسب، وأول تعرف المشكلة أو فرصة التحسين، وتدرسها دراسة جيدة، وتدرس أسبابها، وتدرس العملية، ومن ثم تختار الحل الأمثل لها. وبعد اختيار الحل الأمثل لها يتم وضع ما يسمى بخطة عمل، ما هي الأنشطة التي سنقوم بتأديتها والمهام، ما المسؤول عنها، من متى ستبدأ، متى ستنتهي، ما هي الموارد اللازمة، كل هذا في مرحلة التخطيط. يأتي فيما بعد التنفيذ اللي هو التطبيق، تطبق على أرض الواقع. وبعد عملية التطبيق تبدأ عملية الفحص، قياس المخرجات والنتائج قبل التحسين وبعده، بري وبوست، قبل وبعد. وهذه بناء عليها تأتي مرحلة التصرف. إذا كانت النتائج قبل أظهرت تحسنا ملحوظا بعد تنفيذ هذا الإجراء أو بعد تنفيذ هذا التحسين، يجب جعل الإجراء أو التحسين معيار في المنشأة وتعميمه على رجال المنشأة ودخوله ضمن السيستم أو نظام المنشأة. إذا كان ليس هناك تحسين بالمدى كافي، يتم إعادة الدائرة من جديد. لكن حتى لو تحسن ووضعنا معيار جديد، نبدأ في عملية التخطيط من جديد، لذلك هي عملية مستمرة. لاحظوا معي أن هذه عملية التخطيط والتنفيذ والتحقق واتخاذ الإجراء المناسب. هنا أيضا تفصيل كما يعني يفصل لأنشطة التخطيط. كما أسلفنا، التخطيط هو تحديد مستوى الجودة، تحديد مستوى الجودة، تعريف الجودة، لأن أنت تخطط لنقل أما على مستوى المنشأة ككل أو على مستوى فرصة تحسين معينة. أنت تحدد مستوى الجودة، بمعنى تعرف الجودة، تعرف الجودة أو تعرف احتياجات العملاء وتتعرف عليها، وتضع أهداف محددة مبنية على 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 تلك الاحتياجات، والتنفيذ وتختار الحل الأمثل الذي ينفذ لك هذه الاحتياجات. التنفيذ كما أسلفنا، يقوم فريق العمل بإعداد جدول زمني للنشاطات وتقدير الموارد اللازمة، ويركز على تدريب العاملين على الجدول الزمني للتحول من الوضع الحالي إلى الوضع المأمول. الفحص يتم بعد التطبيق طبعا. بعد التطبيق يتم التعرف على النتائج بعد تنفيذ الحلول والتحول إلى الوضع الجديد، ومقارنتها بالنتائج السابقة قبل وبعد. تجمع البيانات وتحلل، وتستخدم المعايير والمؤشرات لمقارنة الوضع القديم بالجديد، والقيام بدراسة تقويمية للوضع. بناء على هذا الفحص، بناء على نتائج الفحص، يتم اتخاذ الأجراء المناسب.
إذا بناء على نتائج الفحص يتم اتخاذ الإجراء المناسب. إذا كانت نتائج الفحص أظهرت تحسنا ملحوظا بعد تنفيذ الإجراء أو الحل الذي تم اختياره في مرحلة التخطيط، نبدأ بتعميمها على المؤسسة، ونحرص على المحافظة على منجزات ومكتسبات هذا الحل، المحافظة على ديمومته واستمراره ووضعه كمعيار أساسي داخل نظام المنشأة. إذا كان، لأنه معظم الحلول بعد فترة يتم العمل بها لفترة، ومن ثم بما أنها لم تدخل ضمن نطاق نظام المنشأة لنقل يتناساها العاملون، أو تصبح هذه المنجزات والمكتسبات محدودة الأمد، لكن ينبغي أن يتم تعميم الحلول في حال ثبات نجاحها على أرجاء المنشأة والمحافظة على ديمومتها واستمرارها. إذا لم يكن هناك الفحص أظهر أنه أن الإجراء لم يكن بالصورة المطلوبة في التحسين، هنا نبدأ الدائرة من جديد، ونبدأ نخطط وندرس العملية من جديد. هذا أهم المبادئ التي ترتكز عليها دائرة شو هارت للجودة، ولها تفاصيل كثيرة لا يسمح يعني المجال بذكر التفاصيل. فقط نعرف أن شو هارت هو أول من اخترع دائرة، وهذه الدائرة عبارة عن تطبيق لإدارة الجودة الشاملة سميت BDCA أو بيدكا، BDCA Plan to Check Act، بمعنى خطط نفذ افحص تصرف.